شيرين رضا، ارحب بيكي في صدى البلد. مبروك على نجاح فيلم الفيل الازرق 2. بس عايزه اسالك، يعني الفيلم حقق نجاح كبير جدا، وكان بالنسبه كمان للايرادات حققت يعني تقريبا اعلى ايرادات في تاريخ السينما. فكنت متوقعه موضوع الايرادات ده؟ لا اكيد ما حدش بيتوقع موضوع الايرادات، بس بالنسبه للفيلم الناس كانت حبت الفيلم الفيل الازرق الاولاني، واعتقد ان هم كانوا عاوزين يشوفوا جزء تاني. هيحصل ايه للناس دول؟ الشخصيات كانت غنيه جدا، فالناس كانت عاوزه تعرف هيحصل لهم ايه بعد كده. شخصيه ديجا شخصيه فيها تفاصيل كتير، ويعني قلتي اكتر من مره ان هي يعني خدت منك وقت تحضير، فازاي حضرت لها بالذات خصوصا موضوع مصور المشهد بتاعي؟ فتعذبت تمام. ظهور ديجا مش كبير قوي في الفيلم بس مؤثر، فانت مع يعني ان انت تعملي الاعمال دي اكتر من مره، انك مثلا تبقى شخصيه مساحتها مش كبيره بس مؤثره؟ اكيد انا بحب الدور مش بحب الحجم، بحب المحتوى مش الكم، فمشهد واحد لو كفايه فهو كفايه. طيب الفيل الازرق لو